لدى استقبال سموه لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن دول مجلس التعاون حققت إنجازات غير مسبوقة على صعيد الرعاية الاجتماعية والمنجزات العمالية. سمو رئيس الوزراء أكد أن هذه الإنجازات والتي أسهمت بدورها في جعل هذه الدول بارزة في هذا المجال ستحظى بدفع قوي وستتعاظم مع قيام الاتحاد الخليجي، لافتا سموه إلى أن الرعاية الاجتماعية والحقوق العمالية مكونان أساسيان لحقوق الإنسان، وفي دول المجلس هذان المكونان شكل علامة فارقة في مسيرتها الحقوقية، وأعطيا مؤشرا للعالم على القدر العالي الذي تحظى به حقوق الإنسان لدى قادة دول للمجلس وحكوماتها. هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، وذلك بمناسبة انعقاد اجتماعهم بمملكة البحرين. وخلال اللقاء حث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ابتكار وبلورة مفاهيم جديدة وآليات فعالة لتوسعة شبكة التعاون الخليجي في مجال الخدمات الاجتماعية والشؤون العمالية. وأشار سموه إلى أهمية الاجتماعات الخليجية التي تعنى بالقضايا العمالية والاجتماعية وما تمثله من إضافة هامة للجهود المشتركة وخطوة إيجابية في الطريق الذي رسمته حكومات دول المجلس لتعزيز الروابط وتعميق الصلات وتنسيق المواقف وتبادل الرؤى والفكر سعيا لتحقيق آمال وطموحات شعوب المنطقة في النماء والرفاهية. من جهتهم أشاد وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون بالإنجازات الكبيرة للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في الشأن الاجتماعي والعمالي، ونوه بتوجيهات سموه واهتمامه بالارتقاء بأفاق التعاون الخليجي في شتى المجالات وخاصة ما يتصل منها بالجوانب العمالية والاجتماعية.